السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم أم ميار لتفسير الأحلام. بشكر جدا كل اللي بيتواصل معايا وبيشترك معايا في القناة، ياريت حضراتكم بتتواصلوا أكتر وبتشتركوا معايا أكتر، وأي حد عنده تفسير لأي حلم يكتبولي في التعليقات، وإن شاء الله بإذن الله تعالى أنا هرد عليه بأمر الله تعالى. وبشكر جميع الأصدقاء اللي ابتدوا يشتركوا معايا ويتراسلوا معايا في القناة وابتدوا يقولوا لي على الأحلام بتاعتهم واشتركوا معايا، بشكركم جدا جدا. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى هنتكلم عن رؤية الباب في المنام وعلى ما تدل رؤية الباب في المنام، ده اللي إن شاء الله بإذن الله هنعرفه النهاردة. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا تعالوا نصلي على الحبيب، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله. بالنسبة لو حد شاف ان هو شاف رؤيته باب، انا شايف قدامي باب فتحته، الباب ده بيدل على ايه؟ بالنسبة للرؤي، بالنسبة للشاب الاعزب، رؤيته هنا بتدل على انه سوف يتزوج من بنت جميلة، وكمان هيكون ذات مال وتتنعم بالقوة، يعني ممكن يكون ان هي عندها نفوذ، عندها اهلها من اصحاب المراكز العالية. فهو هنا لو شاف ان الشاب هنا شاف نفسه ان هو بيتنعم وان هو بيفتح الباب دوت القوي الجميل، ده دليل على حسن جمال كمان البنت اللي هو سوف يتزوجها، وان هي تتنعم بالمال وبالمركز العالي بأمر الله تعالى، وان كمان هي تتنعم بالصحة الجيدة بأمر الله تعالى. يعني هنا رؤيتها للشاب الأعزب رؤية جميلة جدا، بتدل عليه ان هو هياخد بنت من عيلة ومن أصل كبير وناس تتنعم بالمال والقوة بأمر الله تعالى. طيب بالنسبة لو للرأي في أي حد بقى، يعني هنرجع نقول هنا لأي حد شاف الرؤية ديت، للبنت، للشاب، للرجل، للمرأة المتزوجة، لأي حد لو شاف إن الباب ضعيف، يعني ماسك باب بس الباب ده استشعر في حلمه أو في المنام بتاعه إن الباب ده ضعيف، إن الباب ده ممكن يتكسر في إيده، غير الباب المكسور، انا بقول هنا انه شايفه ان باب ضعيف هزيل مش قادر ان لو مسكه هيتكسر كده في ايده، ده بيدل على ايه؟ ده بيدل على مرض الرؤي، والله اعلى واعلم. ممكن ان الرؤي هنا هيصيب ببعض بمرض او بحاجه، والله اعلى واعلم. طيب بالنسبه ان الرؤي لو شاف ان الباب انكسر، الرأي بالنسبة لو شاف ان الباب انكسر، ده بالنسبة للرجل المتزوج او المرأة المتزوجة، ده بالنسبة ليهم ممكن يكون سيحدث طلاق او هيحدث خصومة بين الزوج والزوجة، يعني هيحصل ان هم يتخصموا وما يتكلموش مع بعض وتحصل مشكلة ويقعدوا فترة ما يتكلموش فيها، او يحصل طلاق، والله اعلى واعلم. طب بالنسبة لو حد شاف ان هو اغلق الباب، يعني الباب هنا اغلقه، كان الباب مفتوح لحاجة مثلا معينة وهو مش محددها وراح اغلق الباب، هنا غلق الباب بيدل على عدم فعل المعاصي، يعني هنا الرأي بيتجنب ان هو يفعل المعاصي. يعني لو شاف ان الباب بيقفله يبقى هو بيتجنب، سواء للرجل او للمرأة او للشاب او للبنت، بيقفل الباب عليه مثلا، ده بيتجنب المعاصي او فعل شيء كان فيه معصية هو بيتجنب ان هو يعملها. طب اصلاح الباب، يعني لو شاف الرأي بقى شاف نفسه ان هو كنا بنقول شاف ان الباب مكسور، طب لو شاف الباب مكسور بس هو بيصلحه، ده دليل على ايه؟ ده دليل على زوال المشاكل والهموم بالنسبة للرؤي، يعني هتحصل مشكلة لكن بأمر الله تعالى
هنا هو كان بيصلحها، ده دليل على زوال المشاكل بأمر الله تعالى، وكمان إن هو في أمان بعد إصلاحه للباب، ممكن يكون أمان من بعد خوف، يعني هنا ممكن يكون أمان من بعد خوف بأمر الله تعالى. وممكن كمان برضك بيدل على إصلاح الباب، هنا بيدل على إن ممكن الرائي كان في شيء كان فاقده أو فاقد الأمل في إن هو يرجع له، وبأمر الله تعالى يعني هيرجع له الشيء اللي هو كان فاقد الأمل في إن هو يرجع. ممكن يكون ميل مثلا وراح منه، كان فاقد الأمل إن هو يرجع له، بس بأمر الله تعالى هيرجع للمال دوت أو أي حاجة تانية، أي حاجة كان ما عندوش أمل إن هو ينجح وربنا كرمه ونجح. ده بالنسبة للرأي في أي حاجة هو شايف إن هو ابتدى يصلح فيها تاني، يعني إعادة تصليح، يعني إن شاء الله زوال الهموم ومشاكل أو إعادة الأمل في إن شيء كان فقده، وبأمر الله تعالى هيتم الإصلاح لي في هذه الأمور بأمر الله تعالى. طيب فتح الباب، لو والرأي بقى شايف نفسه إن هو مسك الباب فتحه كده على الآخر، ده بيدل على إيه؟ ممكن يدل على الخطوبة أو الزواج للبنت العزباء أو للشاب الأعزب، وشاف نفسه ان هو بيفتح باب جديد، يعني بيفتح حياة جديدة، يعني امل جديد، ممكن يكون خطوبة او زواج او سماع اخبار سعيدة، او كمان ممكن يكون في تفوق وفي النجاح في الدراسة، يعني انسان بيدرس وربنا يكرمه وينجح في تفوق في ايه نجاح ليه في الفترة القادمة ليه. وممكن يكون في بأمر الله تعالى سعادة جاية قادمة للرائي والأهله، ممكن يكون أمه باباه إخواته، هيخطب هيتزوج، يعني هنا فتح الباب بأمر الله تعالى فيها فتح وخير وسعادة بالنسبة للرائي. وكمان ممكن يكون يعني فتح الباب هنا للرائي للكل، في ممكن تكون الرؤية هنا لعامة للكل، يعني للبنت وللشاب وللمرأة المتزوجة وللرجل المتزوج، فتح الباب خير ليه في حاجات كتير. لو شاف ان هو بيفتح الباب للشاب الأعزب متزوج، للبنت زواج او نجاح في الدراسة، سماع اخبار سعيدة، مال ورزق ممكن يجي، ممكن كمان فتح الباب يديك امل في فرصة عمل، لو الانسان ما كانش بيعمل ممكن ربنا يكرمه وتجيله وظيفة ويجيله مال، ممكن تحقيق امنية غالية، يعني فتح الباب في المنام اساسا بيدل على فتح ليه في كل حاجة، تحقيق أمنية غالية. ممكن يكون الإنسان الرائي للمرأة الحامل، للمرأة المطلقة، كان نفسها في أمنية وربنا يحققها لها، والأمنية دي كانت غالية وإن كانت دايما بتدعي بها ربنا، والإنسان شاف الرائي هنا إن الباب مفتوح، يبقى إن شاء الله بإذن الله تعالى هيحقق الأمنية اللي هو يتمنيها بأمر الله تعالى. بالنسبة لغلق الباب، يعني غير غلق الباب اللي هو احنا قلنا بيقفل الباب على المعاصي، بس ممكن هنا يعني غلق الباب هنا مثلا لو كان الرائي في الوقت ده على خصومة مع حد، يعني هو كان في خصومة او في مشكلة قائمة مع حد والباب اتقفل، ممكن هنا بتدل، انا قلت قبل كده على الطلاق، والله أعلى وأعلم، أو ممكن تدل على بتبقى رؤية يعني غير محمودة، فممكن تكون طلاق، يقع الطلاق، تقع الخصومة، ممكن يكون في مشكلة ما بين وما بين حد في الفترة اللي هو شاف فيها غلق الباب دي، برضك إن هو بيغلق الباب عليه، يعني دليل على إن هو المشكلة هتزال قائمة، وإن هنا الموضوع مش هيبقى ليه حل، يعني عشان يوصل للنهاية الحل، لكن الموضوع ممكن يكون ملهوش حل. فدي بالنسبة لرؤية غلق الباب أو غلق الباب عن المعاصي والذنوب، حد بيدعوك لشيء معين
وانت بترفض ان انت تروح للشيء دوت، انه شايفه في الحلم مستشعره ان هو شيء مش كويس، يبقى انت بتغلق الباب عن المعاصي والذنوب، والله اعلى واعلم. طيب بالنسبة للباب الحديد، للشاب الأعزب وللبنت العزباء، الباب الحديد لو شاف ان هو بيغلق الباب، هنا بقى غلق الباب للشاب الأعزب والبنت العزباء، ده بيدل لو كان الباب من حديد، بقى هو شايفه ان هو من حديد مش من خشب، ده بيكون بأمر الله تعالى زواج للبنت العزباء او للشاب الأعزب. طيب بالنسبة للبنت، للباب المحروق، لو استشعر في المنام الرؤي انه شايف الباب محروق، ده بيدل على ايه؟ ده بيدل برضك على مرض صاحب البيت اللي هو فيه. يعني لو الباب، وربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا، بس انا بحاول على قد ما اقدر ابسط والله الرؤية اللي هي غير محمودة، بحاول ابسطها خالص، وبقول يعني ابسط الامور فيها بحيث ان الانسان ياخد حذره وياخد موعظه للفتره القادمه. يعني رؤيه الباب المحروق اساسا في الحلم هي رؤيه كده تبقى غير محموده، يعني تبقى رؤيه ممكن صاحب المنزل دوت او الاب او الام، يعني حد فيهم يمرض، والله اعلى واعلم. او ممكن مثلا حد عايز يدبر للانسان ده مكيده ليه في العمل، وعايز يشيله خالص او يخلعه خالص من مكانه خالص في من هو في العمل اللي هو فيه، وده بيبقى وارد ان بنلاقي لنا اعداء في العمل بتاعنا، فده ممكن بالنسبة للرأي ممكن بيكون بيدل على هذا الوضع، يعني بالنسبة للرؤية في المنام، والله اعلى واعلم. طيب بالنسبة لو انا شفت بقى الباب القديم، هنا يعني ايه رؤية الباب القديم؟ انا شفت باب كان عندي، بس مثلا انا جددت شقتي وكل حاجة، بس انا شفت باب نفس الهيئة الباب ده لما كان هو باب قديم، ده دليل على ايه؟ ده دليل على كان نفسك في امنية ان انت تحققها، لكن الامنية دي مش هتتحقق. انت لما تشوف رؤية انت كان نفسك في حاجة ونفسك ان انت تعملها، وكل حاجة من عند ربنا خير، يعني عالم الأمنية اللي انت كان نفسك فيها ان انت تحققها ممكن تجلب لك الشر، فعشان كده ربنا منحها عنك. فانت لو شفت رؤية الباب القديم، ده بيدل على عدم تحقيق الأمنية اللي انت كنت نفسك تحققها، والله أعلى وأعلم. طب انت بقى، انا شفت نفسي ان انا بفتح الباب بس من غير مفتاح، يعني فتحت الباب كده بدور على المفتاح مثلا، ولقيت الباب اتفتح معايا بسهولة من غير تعب، ولقيت وانا بدور على المفتاح بس لقيت الباب اتفتح معايا بسهولة ويسر، ده دليل على ايه؟ ده دليل على التيسيرات ان شاء الله باذن الله اللي هتيجي للرؤية. يعني لو ليك دعاء وكنت بتقول ان شاء الله ربنا هيستجيب لك الدعاء بسرعة جدا، وهنا هيجلب لك الخير، وفي خير وفي سعادة جاية للرؤية واستجابة الدعاء، والدليل على اللي هو الخيرات اللي هي هتجيلك بأمر الله تعالى واستجابة الدعاء لله سبحانه وتعالى. ده كان بالنسبة لرؤية الباب في المنام. بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا، وبشكركم على مشاركتكم ليا، وعلى كل اللي انتوا بتبعته لي في التعليقات من الجمال والكلام الحلو. بشكر كل الاصدقاء وبشكر كل الناس اللي بيشاهدوا الفيديوهات بتاعتي، بشكركم وبشكركم على ان انتوا بتشتركوا ليا، وبشكركم على حسن استماعكم كمان ليا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.